طب خلينا ناخد لمحة عن هذا النادي الأوروبي السويسري اللي كان وشه حلو على النجوم المصريين، والنجوم المصريين كان وشهم حلو جدا عليه. نادي بازل السويسري اتأسس سنة 1893، هو تاني أقدم نادي في تاريخ الكرة السويسري، وهو أكثر نادي سويسري شارك في دوري أبطال أوروبا. بازل أخذ الدوري السويسري 17 مرة وفاز بالكاس 11 مرة، وعلى مدار التجارب الاحترافية للاعبين المصريين بيعتبر نادي بازل وش السعد في تسويق اللاعبين المصريين لأكبر الأندية الأوروبية. وده ظهر في تعاقد بازل مع محمد صلاح اللي تألق بشدة في صفوف هذا النادي قبل أن ينتقل منه إلى تشيلسي الإنجليزي، ومنه لفيورنتينا الإيطالي، ثم نادي روما اللي بيلعب معاه حاليا. نفس الشيء اتكرر مع محمد النني لما اتنقل من المقاولين العرب ليلعب في صفوفه، ومع تألقه في اللعب مع بازل انتقل لنادي أرسنال الإنجليزي وحصل على لقب أحسن لاعب في صفوف المدفعجية للشهر الثاني على التوالي. وكان في تجربة انتقال أحمد حمودي لاعب نادي سموحة السكندري إلى صفوف فريق بازل لفترة من الوقت، وبكده يبقى عمر جابر هو رابع المحترفين المصريين لهذا الفريق السويسري، لتكون تجربة احترافية جديدة ومهمة في تاريخ احتراف لاعبي كرة القدم المصرية في الخارج.